لم تتعرض لقصف جوي أو لكارثة طبيعية، إنها محل بائعي الأسماك في كركوك بعد تهديمها جزئياً من قبل الجهات الحكومية. وفي المقابل يؤكد أصحاب المحل أنهم يدفعون بدل إيجارها بحسب عقود رسمية. والله إحنا بالنسبة لنا عندنا عقود، يعني عقود كل 3 سنوات نجدد عقد من البلدية ومن قيم مقام وداخل المحافظة. ففجأة جم البلدية لا عندهم تبليغ رسمي حتى للتجاوز يرفع ولا شيء، اجى قام يهبط بالمحلات ويوقع. ليش يابا عندنا عقود؟ قال والله مشكلتكم يابا، عندي عقد، انت اذا عندك شغل احنا على باب الله ومستاجرين، هذا عندنا عقد كل شهر انا ادفع ايجار 300 لابو المحل، ابو المحل كل 3 سنوات يجدد عقد. ففجاه قام يفلشون، قلت له اذا هي تجاوز شلون البلديه ينطون عقد ويختم عليها قيم مقام المحافظه وينطوننا احنا، وهذا احنا ما مضايقين الناس، يعني على حدنا ومأجلين ايجار من الدوله. اذا كان الدوله المفروض قبل يومين او 3 ايام يقول يابا تجاوز ارفع اغراضكم راح نفلش، هاكم حقكم وكلهم يروح للبيت. هذه المحال تشكل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات التي يؤكد اصحابها ان بعضهم دفع اجره محله مقدما حتى عام 2025. يعني عندنا عقد وياهم، انت شوفه بنفسك، يعني يريد يقطعون رزقنا، يعني يقولون لنا اطلع من العراق، لا تظلوني انا. اطلع من العراق، اطلع من كركوك، بوقوا، اقتلوا، يعني ما نعرف شو نسوي. وين نروح؟ وين نولي؟ يعني احنا هذا المحلات اكثر من 100 عائله عايشه عليها، والله العظيم كلها عوائل فقره ما عندها كل شيء. اي هذا محمود يشبع على وجهه شبي، ما يقدر يجيب الربع. بالله العظيم الربع دينار تجيبه، يعني فلوس تراب ما يقدر نجيب. شوايات فلشوها. يعني عوائل تعبانه حيل. يعني والله اجى القايم مقام بنفسه، اجى القايم مقام بسيارته موجود. وجت وياه مفرزه وشفل. واخر السمج مالك ويفلش. يعني شو نسوي احنا؟ هدم محل بائعي الأسماك لا يعود بالضرر على البائع فقط، إذ عبر العديد من الأهالي عن رفضهم لذلك، مؤكدين أن هذه المحال أصبحت مقصداً لهم ولمحبي الأسماك. وبالعكس هذول يعني الناس فايديننا كمواطن، أنا فايديننا في كل كركوك نجي نشتري من يومهم، ويعني نطالب الحكومة المحلية والقيم مقام هلا هلا بالناس اللي دخل المحدود، وخصوصا السماسه، يعني خل هذا الخط فايدنا كلش فايدنا. ليس في العراق فقط، ففي كل الدول التي يحكمها مسؤولون فاسدون يلاحق الفقراء والمساكين في لقمه عيشهم بعده حجج واهيه، ويترك اللصوص الحقيقيون دون رقيب او حسيب.